ظلكوت هي إحدى ولايات محافظة ظفار، تقع في الجزء الغربي منها، مما يدهش الزائر إليها هو ذلك التناغم الجميل بين الجبال والشواطئ، وكل مرتفع فيها يقودك إلى مرتفع آخر حتى ينتهي المطاف في مركز الولاية التي لا تزيد مساحتها عن بضعة كيلومترات، وهي الآن تسمح بالكثير من الإنجازات التنموية. أما قديماً فقد كان لها أهمية لقربها من خطوط السفر بين الهند وأفريقيا واليمن. الولاية ظلكوت حقيقة تمتاز بموقعها يعني الجغرافي، بما إنها هذا الجبل وهذه الساحل وهذه البحر، فكثير من الناس خاصة الخليجيين والسواح اللي يجون في الخريف، أنا خاصة من مجلس دول التعاون، يعني لما يجون هذه المنطقة يقول أنتم أنعم الله عليكم بكثير من النعم، هذا الجبل وهذا الاخضرار وهذا البحر، والاستغراب من ذلك على أساس قالوا كيف هذه البحر قريب من البيوت، لأنه الحين في الوقت يعني في وقت الخريف تدخل البحر إلى اليابسة فوق، فيقول سبحان الله هذه البحر ما تجي إلى البيوت، والبيوت مثل ما أنت الآن شايف هذه البحر وهذه البيوت، قلنا له هذا قدرة إلهية يعني. ناس كانت ترتاد في خاصة في فصل الخريف مزارع يزرعون في فصل الخريف، ويزرعون لوبيا وذرة بن دخن، وهذه كل يعني في آخر الخريف في الصرب يجنوا ثمار هذا ويتم ادخاره إلى فصل الخريف وإلى الفصول الثانية اللي هو الشتاء والقيض وإلى فصل الخريف، كذلك الفائض منه يتم تصديره إلى الخارج. كان يصدر عندك هذا الدجر اللي هو اللوبيا، يعني إذا عندك ديونية وترسلها، خاصة يسمون الناس اللي تسافر على مثلا البضائع، الناس يقولوا له الهندي، يعني البضائع تجي من الهند أو عن طريق عدن، ويتم بعد يعني قبل دخول الخريف بشهر أو شهرين يجي لنج محمد بالبضائع، يكون شخص رايح على هذه البضائع على ماين، هذه يا إما راح فيها الهند أو رايح فيها إلى عدن. كنا بنتكلم عن الخياسة، الحين نحن في وسط تقريبا في وسط الولاية الساحلية، في وسطها إلى الشرق إلى الغرب وإلى الشرق. طيب من الشرق هنا الحين هذه منطقة تجيك اللي يسموها منطقة الزحرير، هذه منطقة الزحرير خيصة بإمكانك أن تنزل فيها بقوارب، تنزل فيها بقارب، وكان سابقا يحو فيها، وكذلك كان أصحاب العيد لما يطردون وراء العيد أي السردين يطردون ويباتوا فيها من أسبوع وأسبوعين إذا كانت العيد متوفرة في هذه الخيصة. طيب هذه الخيصة فيها ماء، لكن الماء الآن داخلة إلى 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 مثلا إلى القرب هنا داخلة، وما تستطيع تشرب منها إلا إذا كان عندك البحر في الجزر. بعد هذه الخيصة ما في خيصة إلا خيصة شيران، وفيها ماء عذب، مورد ماء ومورد حيوانات، كذلك فيها موقع للحوي مال الطواقي، فيها موقع للحوي مال الطواقي، وكانوا سابقا الناس المواطنين إذا مثلا راحوا سمعوا بعيد وما كان في عندهم طاقية يروحون هناك ويتجمعون فوق هذه العيد هناك ويقذفوا مقادف ويبسوها، بعد ما تيبس الكل يعني يحتزي قسمته أو حقه، ثم بعد فترة يأتوا بجمال يشيلون العيد مالهم إلى ديارهم، ولأنه ما كان لا فيه لا قوارب عن طريق البحر ولا كان في أي شيء، ولا كان فيه مثلا طريق ما سيارات، إلى حد الآن ما في هذه الخيص أو الساحل هذا ما في يوجد أي إلى حد الآن أي مواصلات خاصة للسيارات.
أما من ناحية الموقع الغربي اللي هو من مدينة طلكوت، هذا الموقع يعتبر الموقع من الآن وانت رايح، هذه المنطقة يسموها منطقة دجبين الخيصة هذه، ثم من بعد هذه الخيصة تليك خيصة ديردان، وهذه كل يوجد فيها قذف مال عيد ويوجد فيها حوي بإمكانك أن تحوي فيها وبإمكانك أن تقذف. كذلك من بعد ديردان ما تستطيع أن تنزل يعني بقارب إلا إذا كان في بعلو قبل ضربة علي. أما من بعلو إلى الشرق إلى الغرب حتى تصل ضربة علي ما تستطيع تنزل، لأن منطقة كلها منطقة حجرية. ضربة علي تبعد من هنا تقريبا حدود 12 كيلو إلى 10 كيلو، هي حجارة كذا مسطحة إلى الجنوب إلى البحر. فهذه الحجارة فيها شق يعني أربع شقوق زايد، هذه تعتبر الحدود البحرية أو الحدود ما بين السلطنة وما بين الجارة اليمنية، يعني شرق إلى الغرب يمن من الحجارة هذه، وإلى الشرق من هذه الحجارة عمانية، وهذا حسب التقسيم الحدود اللي الآن معمول فيه. الساحل ينادي. وبالقرب من مدينة طلكوت تقع منطقة تسمى خرفوت، وهي منطقة ساحلية لا يمكن الوصول إليها إلا سيرا على الأقدام أو عن طريق البحر، وهي منطقة جميلة بها أشجار نخيل وماؤها عذب، ويقصدها العديد من السياح خاصة من خارج السلطنة. هذه منطقة وادي خرفوت، هو الرابط ما بين ولاية طلكوت وما بين ولاية رخيط. صيغة منطقة طيب سياحية ومنطقة يعني جدا حلوة، حتى يوجد فيها ماء من أعلى الوادي ويوم انسيابيا حتى إلى البحر، بس ما بين البحر وما بين الماء العذب حاجز من الرمل، يعني طبيعي يعني هذا مخلوق ما حد وضعه هناك، وضع طبيعي. طيب هذه الخيصة أو هذا المكان يرتادوه كثير من الحيوانات وكثير من الحين من السواح خاصة، لكن ما في إلا مشي على الأقدام أو إذا كان بحر، لأنه ما إلى حد الآن ما وصل لها الطريق، وإذا وصل لها الطريق حقيقة بقى تخدم الولايتين اللي هي رخيوت وطلكوت وكثير من السواح. كذلك يوجد في هذه الولاية حتى نخيل موجود فيها، نخيل تمر، يعني فيها حدود 50 فوق 100 نخلة، وهذه النخل يعني رغم أنه ما حد يعني يصينها إلا أنه لا تزال متماسكة، لكن نحن المشكلة أنه هنا منطقة هنا مشكلة أنه عند الثمر الرطب يجي فصل الخريف، وإذا أنت ما أخذت في نفس من هذا الرطب ما أخذت يعني منها في نفس الوقت وخليتني إلا حتى مثلا يثمرين يسوين بصرة وهكذا تطيعين من الرطوبة ومن الخريف. كانت السفن في السابق وسيلة مهمة في السفر، خاصة عندما يكون السفر للمناطق البعيدة، وبحكم موقعها المميز على الساحل فقد كانت طلكوت محطة عبور مهمة للسفن القادمة من الشرق والغرب، تأتي إلى طلكوت محملة بالبضائع والمسافرين ويأخذون منها ما يحتاجون، ويسافر معها من أراد السفر والبحث عن الرزق في الخارج. والله الناس من هنا تسافر كانت تطلب على أساس تطلب الرزق، الناس تبحث وراء الرزق، لأن ما كان في موارد غير ما يجنوهم من حيواناتهم إلا إذا سافروا هاجروا، وناس سافر كانت ويسافروا إلى الخليج إلى السعودية إلى الكويت إلى قطر إلى البحرين، فمنهم من يشتغل في العسكرية ومنهم من حيث ما واحد وجد رزق يعني اشتغله. يمكثوا في مثلا في الخليج بضع سنين، يعني من سنتين إلى ثلاث سنوات، ومنهم من أكثر ومنهم من أقل. طيب الناس خاصة في مناطقنا هذه خاصة في ولاية طلكوت يعني تترقب الناس بعد نهاية الخريف تترقب مجيء المسافرين،
فإذا استعلموا أنه مثلا شيء رسائل قد جت قبل شهرين أو ثلاثة أشهر مع أحد عن طريق عدن، لأن ما كان فيه إلا عن طريق عدن أو عن طريق صلالة، وهذا كله عن طريق المشي إلى على الأقدام، أو إذا تروح عن طريق بحر، لكن البحر بعض الأوقات أو أكثر الأوقات يعني ما تتوفر يعني العبرة، أو يعني مثلا مثل ما تقول المواصلات ما تتوفر، السفن ما تتوفر، فالناس تمشي. طيب مثال، قالوا مثلا مجموعة من المسافرين بيجون اليوم، بيجون بعد كم من يوم إلى طلقون، يكون الناس متراقبين، إذا شافوا لنج مر، وخاصة إذا كان على القريب من الجبل، يقولوا هذا شو اسمه هذا اللنج اللي فيه المسافرين، تنزل الناس من الجبل ويستقبلون مسافرينهم هنا في الساحل في الموقع هذا اللي هو قلة اللي كان الميناء السابق اللي ترتاده مثلا السفن أو الناس اللي يجون من الأسفار. فتطلع صندوق من هنا، إذا كان في مسافرين يطربون يكون معهم سلاح، يا إما بنادق مهات عشر أو خديويات أو كنت أو من هذا يضربون، إذا سمعوا يعني صوت الرصاص يعرفون الناس إنه ناس بحاجة إلى تطلع عليهم السنبوق من هنا، تطلع السنبوق من هنا تحرك طيب. السنبوق حتى تتحرك يطلعون بالسنبوق، يدفرون بالسنبوق من الساحل، حتى السنبوق فيها أربعة أشخاص خمسة أشخاص، أما من واحد صاحب السكان، سكان ماشي الآن مثل السكان الآن، سكان في لوح خشب كذا بليوت وفيها تنين خيط، واحد من عن طريق واحد اليمين وواحد باليسار، ويجلس الربان مثلا نوخذه مال السبوق، يجلس فوق كذا تكه ويمسك يريد الشمال يلف يمين، واذا يريد يمين يلف يسار، يعني بالعكس، وعنده اربع بحاره مواطنين بس من هنا فوق المجاديف، ما كان مكاين، ما كان شيء مكاين الا مجاديف طلعوا، حتى اذا وصلوا الى اللج عرفوا انه مثلا مسافرين معهم، نزلوا معهم المسافرين. طيب عندما يوصلون الى الساحل يطلقون هذا اللي يفرغون من فوقهم اللي في الساحل، يضربون من فوقهم ويضربون هذه المسافرين اللي ترحيب، يلا ينزلون الناس الى الساحل ويسلمون على بعضهم بعض، ويجلسون الناس يخابرون بعض ما يخابرون بعضهم بعض ويرتاحون، وهكذا ترجع ثاني مره السنبوق على اساس الا اللنجة على اساس الناس تنزل ما عندها من حموم. إذا جاء وجاء اللنج يوقف اللنج، ينزل اللنج تقريبا يومين أو ثلاثة أيام ينزلون منه تنزيل، اللنج هنا واقف وينزلون بالستيمة هذا شو اسمه السنبوق، ماشي هي ما ستيم إلى سنبوق. طيب السنبوق تشيل حدود 20 جنيه، البضائع هنا مكدسة. طيب البضاعة ما كان في سيارات اللي تشيل وشيل على الظهور من الساحل حتى البيوت فوق زحمة شوي ناس يعني. طيب الرجال معاهم مثلا عندك انت بعير وانت شاطر في السكليك مثلا في 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 الحمل في التحميل، شاطر في التحميل تحمل لك يكون ذهب فوق ظهر البعير وفي مشدة كذا شدوه فوق جونيتين مثلا من الخرج من السعف او من الحشايش على اساس ظهر الجمل ما يمرح، لان اذا اصيب بجرح يعني يحميه يحمي ظهره وسلمته. طيب يكون عنده هذا صاحب الجمل اثنين، شخص هو وشخص واحد يحمل التحميل بجوانب جوانب كان الزمان السابق من 90 فالي من 90 كيلو هذه الجونيه الشنافير هذه اللي فيها المسارح الحمر 90 كيلو. طيب يشيل جونيتين ويمسك هذاك ويشيلوا جونيتين من هنا ويشيل الخامسة فوق يربطهن بحبل واحد، خمس جوانب فوق ظهر البعير يربطهن كلهن بحبل واحد، والحبل هذا مفتوح ما لك إلا أن تسحب على طول، ثنتين يطيحين هنا وثنتين هنا، واحدة تطيح على الجانب الثاني يدفع، كل جونية تأخذ منها أجرتها ماشي، لازم كل جونية تفتحها وتشيل منها أجرتها. هذا نظام شليت 10 تشيل من 10، شليت 50 تشيل من 50، شليت 100 تشيل من 100، حتى لو كان ذهب في الجونية، حتى وإن كان ذهب. هذا نظام متفق عليه، أي شيء اسمه نظام ومتفق عليه مما يمشي. نحن الحين بندخل في موضوع آخر ألا وهو الجمارك،
باللغة المحلية نسميه المحكي. طيب هناك في أثناء الناس وخيها خارج من الخليج تتجمع الناس كلها في لنج واحد، خاصة حتى من صلالة، من مرباط إلى سدح إلى صلالة إلى، بس خاصة المناطقنا نحن هنا من رخيوت إلى طلكوت إلى أراضي المهرة كلهم يتجمعون في لنج واحد، يلا ينزل مناطق ينزل مناطق. طيب مثلا نزل في رخيوت يسأل المعشر إذا نزل في رخيوت هناك أصحاب رخيوت يقول معكم أحد من طلكوت؟ يقولوا نعم. كم إذا كان إلا فرد أو فردين ممكن يطلع عليهم المعشر هناك ويقول لهم جيبوا إيش عندكم من بضايع، إن أقروا له شيء بضايع يعطوه ريال فرنس أو ريالي يروح، وإن كانت مجموعة كثيرة يعني فوق العشرة يجي معاهم حتى هنا يعني يركب معاهم من اللي حتى يجي يصحبهم إلى الولاد. يلا تخليص البعض الآن هنا. كان عندك السمن، تتاجر الناس بالسمن وتتاجر الناس باللبان، هذه المناطق هذه اللي فوق الشمالية هذه وادي سيق هذا كله، هذا كله لبان، وكانت تستخدم الناس هذا اللبان ويبيعوه هنا. شفت حتى هذه الصبار، نحن هذه كنا صغار إذا جاء وقت الشتاء نطلع فوق الأشجار هذه مالت الصبار ونجمع لأنفسنا الصبار على أساس إيش؟ إذا جبت لك كيلوي تأخذ ألواح مال حلوة يسموه عبنون، أوراق ماله ملفوف عليه بورق ورق مال جريدة من الهند الحلوة. من الهند سلم، لكن أفتكر يسنى من الهند ناكله هو ووراقه والله لا نعرف، لكن بس الورقة من حلاوته الورقة قدها حلوة قد فيها طعم الحلو ويأكل، لكن الحمد لله ما كان رغم إنه الورقة فيها حبر وغرطان وهكذا أطفال كنا، لكن ما حد يتأثر، كانت صحة ناس ما شاء الله منهم ناس تشرب من 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 كيلوين سمن شرب والله شرب، لكن يأثر عليهم لا ناس تحرق هذه ماشي إلا مشي كله على الأقدام. وظلكوت كانت ولا زالت مورداً مهماً لصيد الأسماك على اختلاف أنواعها، فقد كان أهلها في السابق يعتمدون في معيشتهم على صيد الأسماك ويبيعون الفائض منه إلى الخارج. أما الشارخة والمشهورة بقيمتها الغذائية والاقتصادية فلم تكن معروفة في السابق كما هي الآن. كانت الشارخة موجودة حتى في السبعينيات وما بعد السبعينيات إلى 72 76 77 78 موجودة. إذا يعني كيف كان طريق صيدها أول؟ طريقة الصيد كان الناس مثلا الناس كانت تأتي من صلالة، الناس اللي بيعرفون هذه المنطقة زمان ما كان أحد يصطادها أبدا إلا إذا كان تريد أنت تصطاد، أصلا أدوات الصيد ما كانت متوفرة. إذا واحد جاء من الخليج خاصة الصيادين واشترى شيء قطوب عندهم هذا الميادير يجاب شيء من 10 ميادير يعني يحتفظ فيهم كأنه عنده شيء، أو جاب له خيط أو يجيبه من عدن كان ثمين والله أذكر منهم شياب عندهم يعني ميادير واحد أو اثنين عنده كمربت اللي يخليه داخل بعد ما يخلص من البحر يقصه من الخيط ويخليه داخل جسمه قد أسود من كثر الاستعمال، لكن سبحان الله هذا شو اسمه يسوون خيط بهذا القطب هذا الميدار هذا شيء باعين او ثلاثه باع اذا كانت متوفره، والباقي الخيط الحبل يسوي له حبل او كيلون هذا من الكيلون هذا الابيض اللي الحين يستخدموه على اساس الشبابيك وهكذا. سافر بحفظ الله سافر وقت الغبشه ترجع باكر أنت الآن لو تنظر مثلاً إلى موقع الولاية ما يفرق يعني من الشاطئ من البحر إلى الجبل، يعني حدود بيجي 700 متر إلى 800 متر كذلك، يعني سبحان الله عز وجل هذه الكهوف اللي أنت الآن تشوفها اللي ورانا هذه الكهوف لها مردود كبير خاصة للمواطنين،
كانت أغلبية المواطنين أيام ما قبلنا نحن يعني مو ما قبل أبانا كانت تسكنها وما في ملجأ لهم إلا هي، لأن ما كانت أشياء متوفرة مثلا أدوات البنيان أدوات البناء مثلا ما في أي شيء اسمه اللي هو يأهلك على أساس أن تبني على الأرض إلا هذه الكهوف. مثال على ذلك أذكر مثلا إذا حصلت حالات استوائية هنا يجي موسم يعني مثل ما تقول نحن نسميه أما واحد اسمه الحمر اللي يجي ما بعد نهاية الربيع، وهذا برضه يجي مصحوب بعض المرات إذا حصل يجي مصحوب برياح يعني شديدة خاصة إذا كان من الشرق، لأن من الشرق إذا كان يعني النوة ماله أول مثلا المنخفض هو متجه من الشرق إلى الغرب برضه يكون شديد حس ما نسمع الشياب، ولكن إذا كان مثلا من الغرب إلى الشرق يكون برضه أخفيف شوي. مثلا أنا أذكر مرة من المرات في 66 أنا عادي كعمري تقريبا بين 10 إلى 12 سنة جاء هو يعني جاء هو لمدة 6 أيام. أولا جاء هو عاتي يعني مسحوب هو نار مثل النار استغفرك الله العظيم رياح حارة وهذا يعتبر بذاته تحذير أي يا ناس يعني أو يا بني آدم في هناك شيء بياتي يعني تحفل بنفسك تحذر بنفسك. بعد 3 أيام جاء المطر وجاء مسحوب بهذا الهواء. أذكر أنا يعني البيوت الطينية والدهارز هذه اللي كانت في هذه الولاية من خلال المطر هذه وشدة المطر وشدة الهواء سحب التراب سقطت الحجارة على بعضها وكأنه يعني شيء حجارة رميتها في الأرض. طيب الناس ماشي اللي داويهم مطر من الفوق والبحر دخلت والهواء يعني الحيوانات بتقتل على الناس الهواء إلى البحر كل الناس تعادت إلى هذا الكهف